جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: عندما نقوم بتعليم الأطفال الصغار الأذكار الواردة والآيات القرآنية ينطق الكلمات بلفظ خاطئ ومضحك فنضحك إجبارا علينا، فهل علينا ذنب في ذلك؟ ليس عليكم ذنب في ذلك، ولكن لأنكم لم تتعمدوا الضحك على هذا الشيء، وإنما جرى بدون قصد، ولكن عليكم أن تقيموا قراءة هذا المعلم، تعلموه القراءة الصحيحة، ولا تضحكوا إذا أخطأ أو حصل منه عدم ضبط لكلمات القرآن، تجنبوا الضحك، ولكن لو حصل منكم ضحك بدون قصد بدون اختيار فلا حرج عليكم في ذلك. نعم.